يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين يسير الرياء وبين كثيره في مسألة إبطال العمل؟ لا فرق في ذلك، الرياء كثيرا أو قليلا إذا دخل في العبادة أفسدها، إلا إذا تاب استدرك المسلم استدرك ورجع إلى الله وتاب، فهذا محل خلاف هل يبطل بقية عمله أو لا يبطل. ابن رجب ذكر المسألة هذا في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم، كأنه يرجح أنه إذا تاب ورجع أنه يبقى له عمله أوله وآخره. نعم.